أعتقد أن هؤلاء كلهم كان السيد المالكي قد علم أن الوصول إلى قلوب هؤلاء الرجال عن طريق بطونهم، فلذلك أعتقد بأنه ملأ الجيوب وملأ البطون لكي ينطلقوا بمنطلق قوي ويناصروا مصالحهم الشخصية أولا، وأيضا مصالح المنتسبين لهذه الأحزاب والمنتمين لهؤلاء الثلة التي أعتقد أنها تصارع الموت وتلفس أنفاسها الأخيرة كما يطلق على ذلك التشرينون، الذين استعدوا من جانب آخر استعداد يعني يضاهي هذا الاستعداد من قبل الإطار التنسيقي أو تحالف الدولة الجديد أو ما يسمى إدارة الدولة. بالمقابل هناك ثقل جمهور عراقي كبير يضم كل من التيار الصدري ويضم كل من التشرينيون الذين لا يحدهم عدد. يعني الآن إذا سوينا إحصائية نجد أن ما بين الجانبين بونا شاسعا في العدد، يعني لا يخفى على الجميع أن تحالف الدولة أو إدارة الدولة الجديدة أو تحالف إدارة الدولة أو ما يسمى تحالف إدارة الدولة هذا يعني لا يضم أعداد ضخمة ولا يضم أعداد كبيرة، إنما هي الأشخاص المنتفعين فقط. أما بالمقابل فإنهم يجابهون شعبا كاملا، يعني اليوم الناصرية هي قبلة المتظاهرين وهي صومعة المتظاهرين وهي أيضا نستطيع أن نسميها عاصمة المتظاهرين. اليوم إن كان الإطار التنسيقي أو تحالف إدارة الدولة يراهن على ألف، فبالمقابل الجهة المقابلة تراهن على مليون، وإن كان الإطار على مليون فبالمقابل على عشرات الأضعاف.